شبكة مرسال إعلامية ضمن تغطيتنا في معرض روح العطر للعود والعطور في فندق ريتز كارلتون، التقينا بأحد الشركات السعودية المتخصصة في العطور. يسعد لي مساك وتعطينا خلفية عن البراند السعودي اللي حسب ما فهمت أنكم قادمين من المنطقة الشرقية. أهلا وسهلا، نورتونا. أعطيكم نبذة عن براندنا. إحنا براند سعودي، عطوراتنا غير عن العطورات الباقية. عطوراتنا عطورات نيش خاصة فينا، مميزة عن أي عطر تشوفوه. أنت طبعا حاب تكون مميز، ما تمشي اللي هو بالعطورات المألوفة اللي هو التباكو وهذه العطورات المألوفة، لا، عطوراتنا مميزة، عطورات نيش خاصة فينا وروائح مميزة، وعندنا عروض حصرية وقوية في المعرض معها هدايا، واللي أنتوا حابينه حتلاقوه عندنا. وأهلا وسهلا، تنورونا. حاب أعطيك نبذة عن العروض. عندك عرض اللي هو العطر كان ب 350، صار بعد الخصم في المعرض 199، والتركيز والثبات 24 ساعة. احنا دائما نقول للزبون خذ العطر، ما ناسبك رجع لنا اياه ثاني يوم. الزبائن يجوا ثاني يوم وياخذوا عطور إضافية كمان. وفي عندنا عرض جدا قوي وجبار، تاخذ 3 عطور والرابع هدية، صارت 4 عطور ب 597. قبل الخصم كانت ب 1400، بعد الخصم ب 597. روائح مميزة وعروض جدا جبارة.